هذا وينتظر آلاف الأشخاص في بورت سودان من أجل الحصول على فرصة ركوب قارب أو طائرة هربا من الاشتباكات، وتعاني المنطقة الواقعة على البحر الأحمر صعوبة في تأمين الخدمات للذين ينتظرون الإجلاء أو الحصول على تذكرة سفر خاصة بالسودان، وكذلك منهم اليمنيين والسوريين، حيث يبيت كثير منهم في العراء وأمام المباني الحكومية. يأتي ذلك طبعا في وقت أعلنت السعودية إجلاء أكثر من 7800 شخص بحرا وجوا من السودان إلى المملكة. إذن لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من جدة عبر الهاتف العقيد البحري الركن علي بن حسن العلي، المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية الملكية السعودية. أهلا بك معنا سيادة العقيد. بداية أبدأ معك بسير هذه العملية أو عمليات الإجلاء بشكل عام، كيف تسير هذه العمليات وعبر ميناء جدة بالتحديد، وما هي الصعوبات التي تواجهونها حتى اللحظة؟ أهلا بك وبالسادة المشاهدين والمشاهدات. ولله الحمد تسير هذه عمليات الإجلاء بدقة متناهية، وحتى هذه اللحظة لم يسجل أي إصابات أو عوائق فيما يخص النقل إلى الجانب السعودي. ولله الحمد تم تنفيذ 19 عملية إجلاء بحرية، وتم نقل من خلالها 7839 شخص، منهم 247 مواطن سعودي، ونحو 7592 شخص ينتمون إلى 110 جنسية مختلفة. أما فيما يخص المعوقات التي تواجه عملية إجلاء الرعاية من الجانب السوداني، هو عدم توفر نقاط آمنة بما فيه الكفاية، أيضا عدم توفر الطرق بحيث أن الرعاية الراغبون في الإجلاء يسلكونها للوصول إلى النقاط الآمنة بالذات ميناء بورت سودان حتى يتم نقلهم إلى الأراضي السعودية بكل سلامة وأمان. طيب، بعد وصول الرعاية الأجانب لميناء جدة، كيف تتم عملية نقلهم إلى أوطانهم في حال تم نقلهم بشكل مباشر؟ من اللحظة الأولى لوصولهم إلى ميناء جدة يتم تقديم كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة لهم، كالاحتياجات الطبية حيث تنتظرهم سيارات الإسعاف والأطباء من مختلف التخصصات. أيضا أثناء وصولهم يتواجد البعثات الدبلوماسية تتبع لهؤلاء الرعاية الذين تم إجلاؤهم، يتم التنسيق مع وزارة الخارجية ويتم إرسالهم إلى السكن المخصص لهم، فيما بعد ذلك يتم الترتيبات بين هذه البعثات الدبلوماسية ووزارة الخارجية السعودية لعودتهم إلى أوطانهم سالمين ومطمئنين. وأود أن أنوه بأن هذه العملية تحظى على مدار الساعة باهتمام كريم من لدى سمو سيدي ولي العهد وسمو سيدي وزير الدفاع، من أجل تذليل كافة العقبات لإجلاء الرعاية حتى وصولهم إلى بلدانهم آمنين ومطمئنين بإذن الله. طب حتى اللحظة ما هي الأجهزة الأمنية والحكومية السعودية التي يعني تشارك في هذه العمليات أو عمليات الإجلاء من السودان حتى اللحظة؟ تقوم وزارة الدفاع بكل فخر واعتزاز ممثلة بالقوات البحرية الملكية السعودية ومسنودة بباقي أفرع القوات المسلحة. أيضا يوجد هناك تنسيق متكامل وكامل مع وزارة الخارجية السعودية ووزارة السياحة السعودية ووزارة النقل السعودية ووزارة الداخلية السعودية أيضا. طيب، ماذا عن نقل المساعدات؟ هل من خطط حتى اللحظة لنقل مساعدات دولية عبر البحرية السعودية إلى المناطق المحتاجة في السودان، باعتبار أنه هذه العملية أو عمليات الإجلاء تسير بسلاسة حتى اللحظة؟ حتى هذه اللحظة لا يوجد أي خطط لنقل مساعدات دولية، ولكن متى ما وجدت الخطط فلن تتوانى المملكة العربية السعودية أن تقديم المساعدة ومد يد العون لإيصال كل ما من شأنه أن يخفف معاناة الأشقاء في جمهورية السودان الشقيقة. يتم التنسيق مع أيضا قنصليات وسفراء من خارج السعودية طبعا لإجلاء المواطنين أو مواطني هذه الدول في حال أو بعد وصولهم إلى السعودية، كيف تتم هذه العملية؟ تقوم البعثات الدبلوماسية والسفارات المختلفة حول العالم بتقديم طلباتهم إلى وزارة الخارجية السعودية، ووزارة الخارجية السعودية تقوم بالاستجابة الفورية بتأمين كافة الوسائل لإجلائهم من السودان إلى أرض المملكة العربية السعودية. طيب، هؤلاء من يصلون إلى السعودية، قلت أشرت إلى أنه تستقبلهم فرق طبية للتأكد من أنهم يعني غير مصابين، خصوصا للكبار في السن وما إلى ذلك، كيف يتم بعدهم أو ما الخطوة التي تتخذونها بعد ذلك مباشرة؟ هل يتم وضعهم في أماكن مخصصة ربما؟
جميع الرعايا الذين يحتاجون إلى مساعدات طبية يتم نقلهم إلى مستشفيات مدينة جدة المختلفة، ومن يكونون بصحة وسلامة وعافية فيتم نقلهم إلى السكن المخصص لهم وهو سكن مرفه، وبعد ذلك يتم نقلهم إلى بلدانهم آمنين مطمئنين. شكرا جزيلا لك سيادة العقيد البحري الركن علي بن حسن العلي المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية الملكية السعودية، كنت معنا مباشرة من جدة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.